نرجع من ذاكرة الشروق وحنتواصل عبر فقراتنا بالتأكيد، ويعني إيقاعاتنا السودانية المختلفة وثقافتنا السودانية وكيف نشرها للعالم الخارجي والتعرف على عادات وتقاليد الشعوب السودانية والقبائل السودانية واللغات السودانية، سواء كان من خلال الغناء السوداني، سواء كان من خلال الألحان السودانية وحتى أدوات الرقص. يا أحمد، يعني ممكن من خلال إيقاع معين كده يقول يعني يوريك إنه دي الحتة الفلانية في السودان. نعم، في رمزيات شعبية كثيرة جدا بتتخر بها الثقافة السودانية الشعبية، جزء كبير منها مرتبط بمواسم وجزء آخر مرتبط بقبائل وأقاليم سودانية. حنمشي نرتحل للصعيد أو للنيل الأزرق. الوازا واحدة من الموروثات والمكنونات الشعبية المهمة جدا بالنسبة للسودان والنيل الأزرق تحديدا. رقصة الوازا هي حيكون التقرير القادم. تتنوع الثقافات والبيئات في ربوع السودان المختلفة، ويقابل هذا التفرد والتنوع من موروث شعري وغنائي وموسيقي يقابله تفرد وجمال كهذا الذي نراه في بكوري بمحلية جيسان. فالمناسبة ختام ورشة فنية تشكيلية، جاءت فرقة الوازا لقبيلة البرتا بمرمز وانفعل الجميع تجاوبا ورقصا وتوثيقا. الوازا عطر التاريخ وعبق الماضي الذي تفخر به ولاية النيل الأزرق، وعلى حافة خرتمد الذي يتراءى لنا من على البعد امتزج هؤلاء إيقاعا ورقصا ونغما ربما يختلف من قبيلة لأخرى في دلالته ولهجته، ومن ثم في طريقة أداء الراقصين والعازفين. ولاية النيل الأزرق توصف بأنها من أثرى مناطق السودان بالمواد الفلكلورية والآلات الموسيقية الوترية والهوائية التي تميزت بها مجموعات بعينها لارتباطها الوثيق بالحياة الاجتماعية والتقاليد والعادات، مما جعل لها أزمانا ومواعيد محددة لعزفها. ذكرت الروايات أن الوازا بدأت عند الكواملة أو القواملة، وهم أول من اخترع الوازا، ويسكنون المنطقة المتاخمة لحدود الحبشة، ويسمون مجموعة الآلات المستخدمة بالوازا وكذلك الرقصة أو اللعبة، لكن التسمية الشاملة للوازا هي الزمبارة. وأفادت مصادر لكامير الشروق أن منطقة جيسان هي منبعها الأصلي والأشهر لصناعتها، بينما يعتبر فصل الشتاء هو الأفضل لصناعتها. تتكون الوازا من 13 قطعة إضافة للجرباء والصفارة البلدية، بينما تتكون الفرقة الكاملة من 12 آلة تتراوح في أطوالها، يحمل كل واحد من أفرادها زمبارة صغيرة، والزمبارة عبارة عن عود مجوف ينفخ عليه من فتحته العليا، بينما يقف وسط العازفين عازف آخر يحمل زمبارة كبيرة تكونت حلقاتها من الجرع أو البخس، بينما يحمل أحد العازفين كشكوشا في يده لحفظ الإيقاع الصادر من العازفين على الأعواد التي تأخذ شكل الزاوية الحادة، يضعونها على أكتافهم ثم يضربون عليها، وأثناء العزف تتحرك النسوة مرة إلى الأمام وأخرى إلى الخلف دون انتظام، على إيقاعات تصنع آلاتها وتجمع بطريقة خاصة. رغم الاختلاف
الخلاف الطفيف في بعض مفرداتها من قبيلة لأخرى، إلا أن الكل هنا وهناك تجاوب مع إيقاعها الذي اتسق مع إيقاعه الداخلي ورسم لوحة فلكلورية امتزجت ألوانها واتسع إطارها ليسع الجميع. تحية مجددا وشكرا للزميل عامر عمر عبد الله في الصوت، وواحدة من الرقصات المميزة جدا رقصة الوازع. حنتواصل، انتهت ساعتنا الأولى. نعم، فاصل قصير من بعد نعود إلى الساعة الثانية، عدد من الفقرات والمواضيع.